بلغنا بشكل رسمي بإخلاء المستشفى في خلال 24 ساعة من كافة المرضى والجرحى ومن كافة الكوادر الطبية، على أن تكون المستشفى غدا فارغة بكافة طبعا بكافة أقسامها. يعني الجيش كلمني بشكل مباشر، وبعد ما قمنا اليوم بنقل بعض الحالات إلى مستشفيات غزة، هم كانوا حوالي 5 أطفال لقسم الحضانة وقسم، وكان في هناك جريح تم نقله إلى مستشفى الأهلي. وبعد التنسيق من خلال المؤسسات وبعد التنسيق مع الجيش، للأسف تم اعتقال أحد المسعفين. لحد هذه اللحظة المسعف لم يخرج وهو قيد التحقيق، والجيش طبعا تواصل معي بشكل مباشر وأبلغني بلغة التهديد بأنه غدا سيتم إخراج كافة المرضى الموجودين داخل مستشفى كمال عدوان، وكذلك إخلاءها من كل الكوادر الطبية، وإلا سنعرض المستشفى أو نعرض أنفسنا للخطر. واضح تهديد واضح، يريد إخراج مستشفى كمال عدوان ومستشفى العودة ومستشفى الأندونيسي، وواضح أن هناك خطة جديدة لتهجير أهلنا في شمال قطاع غزة من خلال إخراج المنظومة الصحية بكافة تخصصاتها ومستشفياتها في شمال قطاع غزة.